مرحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج تحت الطبع. احنا هنتناول النهاردة بمشيئة الرحمن ونستطلع اهم الاخبار الصادرة صباح يوم الجمعة غدا من جريدة الاهرام، ويسعدنا ان يكون معنا في هذه الجولة الصحفية الاستاذ هاني عمارة نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام. مرحب بسيادتك. اهلا بحضرتك. احنا هنبتدي الان من الصفحة الاولى ونقرأ خبر بعنوان مرسي يفتتح مشروعات طرق نفذتها القوات المسلحة، الرئيس زيادة الكفاءة القتالية للجيش تتم بالتوازي من خدمة التنمية. كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات خاصة أنها تأتي في أعياد تحرير سيناء؟ تفضل. يعني هي الرسالة الرئيسية أن الواحد ممكن يقرأ في هذا الخبر أو القراءة الرئيسية لهذا الخبر هي رسالة في غاية الأهمية والبلاغة، أن يعني بتقطع الطريق أمام ما يقال حول أن هناك خلافات ما بين الرئيس وبين المؤسسة العسكرية أو بين القوات المسلحة. هذه الزيارة وهذا يعني التواصل بهذا المستوى وحتى الكلام المتبادل سواء من رئيس تحديدا من رئيس الجمهورية على الفريق أول عبد الفتاح السيسي اللي هو بيشيد بإمكانياته كمهندس أو كعسكري أيضا، هي رسالة للجميع أن يعني بيقطع الطريق على من يرددون أن هناك خلافات. في الحقيقة المعنى السياسي في الزيارة أكبر بكثير من معنى مسألة مشاركة في افتتاح مشروعات أو الكلام ده. والحقيقة يعني هذه هي القراءة الرئيسية من وجهة نظري لهذا الخبر. أن أيضا الرئيس قال تصريحات يعني بيقول حتى برضو يعني حتى الناس اللي بتتكلم على المشروعات اللي بتقوم بها القوات المسلحة أشاد أيضا بمستوى المشروعات مستوى الخدمات اللي بتقدمها لخدمة القطاع المدني في الدولة. نعم. طيب نبقى من الصفحة الأولى أيضا ونطلع خبر بعنوان الإسكان تطالب بنظام جديد لبيع وتسعير أراضي الدولة. كيف يمكن أن ننظر إلى هذه أو هذا الخبر خاصة بأن كنا هناك تحفظات في النظام السابق على مسألة بيع أراضي الدولة؟ هي يعني الحقيقة أنا شايف أن هذا الخبر يعني في غاية الأهمية أو هذا التوجه من جانب الدولة في غاية الأهمية. أهمية هذا التوجه بتنبغ من حاليا السياسة اللي بتهدف إليها الحكومة حاليا هي الخروج من الوادي أو خروج من المناطق الحالية التي تشهد كثافة عالية سواء في العمران بشكل عام سواء في شق السكني أو شق الصناعي أو السياحي. فالقانون الحالي بيشترط إجراء مزاد على مثلا على الأراضي السكنية. الأراضي مثلا لو بصينا للمناطق السكنية مثلا في أكتوبر أو في العاشر أو في التجمع الخامس هنجد أن الأسعار وصلت إلى أرقام فلكية للمتر نتيجة المزاد. لكن طب أنا لو عاوز أنقل هذه التجربة التنموية إلى منطقة زي الساحل الشمالي أو زي محور الصعيد أو زي محور قناة السويس أو زي محور البحر الأحمر، طب إزاي يعني هنا لازم يكون عندي وسائل قانونية. طب توقيت هذا الطرح ما يعني أنا عاوز أكمل اللي ده فلسفة التوجه في هذا المكان إن أنا عاوز أعمل تشريعات جاذبة بحيث ان انا احمل مسؤول في هذه اللحظه ان انا ما يعني في فرق بين ان انا ادي امر الارض بالامر المباشر وان ادي ارض بالمزاد. طب انا في اماكن عاوز ادي فيها بالامر المباشر زي ان انا عاوز اعمل جذب وعاوز اعمل تيسيرات او اعمل تسهيلات للمناطق الجديده اللي انا عاوز انقل حركه العمران ليها وبالتالي اخفف من مساله الكثافه الموجوده حاليا. فهو القانون عاوز يطلع تشريعات تدي لصانع القرار او المسؤول الامكانيه التشريعيه او الامكانيه القانونيه بحيث الصلاحيات ان هو لا انا ممكن ادي ارض هنا بالامر المباشر، انا ممكن ادي تسهيلات ضريبيه، انا ممكن ادي تسهيلات جمركيه علشان اجذب المستثمرين المحليين والعالميين او العرب للتنميه في هذه المناطق. فهو القانون عاوز يخرج بشكل منظم عشان يبقى فيه نوع من الشفافيه للجميع امام نقل العمران للمناطق الجديدة. نعم. طيب هننتقل للصفحة 5 من جريدة الأهرام. نعم. ونتابع ما قال رئيس التحرير بيتحدث فيه عن العمال بعنوان عيد الاحتجاجات العمال سابقا. نعم. وتعليقا على هذا المقال الذي يتحدث عن اختلاف عيد العمال هذا العام ذكر احتجاجات العمال والذي يذكر فيه احتجاجات العمال. طيب السؤال هنا، هل خطاب الرئيس لم يغير شيء
والذي تناول الخصخصة تفعيل دور الحد الأقصى. هذه النقاط التي تناولها في حواره إيجابية أم لا؟ فعلا العيد يعني عيد العمال السنة دي كان فيه مظاهرات كثيرة خرجت إلى ميدان التحرير ومن السيدة زينب، وكانت هناك أعداد كبيرة خرجت في هذه الاحتجاجات، كيف يمكن؟ هو هنا يعني الحقيقة قال رئيس التحرير يعني تطرق لأكثر من زاوية. زاوية ان احنا عيد العمال هو اسمه عيد العمال، يعني عيد الانتاج، عيد ان البحث عن زي يعني نطور الانتاج، ازاي نضيف طاقة انتاجية جديدة في ظل ان احنا فعلا كدولة بنعاني من نقص الانتاج، بنعاني من تعطيل عجلة العمل، بنعاني من مشاكل اقتصادية حادة جدا. فالحقيقة هو تطرق للمسألة ديت، ان عيد العمال لابد ان يكون عيد الانتاج زي ما كان عيد لدوران حركة العمل، اعادة تشغيل المصانع. لازم يعني العامل قبل برضو ما يتكلم عن حقوق وزيادة المرتبات وزيادة الاجور، لازم اتحقق برضو اتكلم عن واجباتي ناحية العمل. لكن في النهاية الدولة فيها مشكلة، الحكومة عندها مشكلة في مسألة تفرض علينا ان نعمل اولا ثم نبحث عن سيدي. هو يعني الاستقرار السياسي والاقتصادي وجهان لعملة واحدة، ولم يتم هذا الاستقرار حتى الآن، والدولة منوطة بذلك. هو ده الجزء الآخر من النقال اللي هو تناول برضو رئيس الجمهورية، في لأن ده أول عيد يحضره، يعني أول عيد رئيس الجمهورية يعني أو يتم في عهد الرئيس الجمهورية المنتخب، أول عيد للاحتفال بعيد العمال. وهو أعطى رسالات إيجابية جدا بالنسبة للعمال في التأكيد على أنهم لهم حقوق لابد من الدولة توفرها، لابد أن تلتزم بما بالنسبة للحد الأدنى للأجور، الحد الأقصى للأجور. إعادة الكلام برضو كلام عن القطاع العام، إن لا بيع للقطاع العام، مفيش خصخصة، مفيش تشريد لعامل. كل دي رسائل إيجابية برضو رئيس تحرير يعني أشار إليها، يعني تعطي رسالات تطمين للعمال والعاملين خاصة في أن العمال في مصر شريحة كبيرة، يعني طبعاً شريحة تقريبا 27 مليون حوالي 17 مليون عامل. فطبعا دي شريحة كبيرة، وفي الآخر يعني هي الأزمة دائما يعني بالنسبة للعمال تحديدا في شركات القطاع العمال أو القطاع العام، لأن طبعا فتحوا الباب المعاش المبكر، فشريحة كبيرة خرجت من العمل، أصبحت عاطلة، فيه مصانع كتير تعطلت عن الأمل، في كتير يعني مصانع وشركات الآن لا تجد يعني تسدد المرتبات الخاصة بالعاملين فيها. فدي فعندنا مشكلة كبيرة ما فيش شك يعني. لكن في النهاية يعني يمكن هو رئيس التحرير بيشير هنا أستاذ عبد الناصر سلامة، إن برضو كانت كلام رئيس التحرير كلام رئيس الجمهورية في هذه المناسبة كلها إشارات إيجابية بالنسبة للمستقبل. نعم. طيب هنتجه إلى من صفحة 5 إلى صفحة 7. فصائل إسلامية تتهم الأمن الوطني اللي هو أمن الدولة سابقا عودة زائري الفجر. من صفحة 7 أستاذ هاني. الخبر ده الحقيقة فيه حيثيات كثيرة وفي كلام كثير، خاصة أنهم توجهوا بالفعل اليوم إلى مقر الأمن القومي بعد أداء صلاة المغرب إلى هناك. كيف يمكن أن نقرأ هذا الخبر؟ يعني هم بيتهموا جهاز الأمن الوطني بأنه يقوم بما ارتكبه. والله حتى يعني أنا بحكم المهنة وبحكم المتابعة وبحكم التحليل الأحداث، يعني أنا شايف أنها مش مسألة ظاهرة عودة زوار الفجر. كل الجماعات الإسلامية تتحرك بكل حرية، الطائرات السلفية تتحرك بكل حرية، تمارس حياتها السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية. يعني شايف أنها ظاهرة يعني خطيرة. يعني نحن مين الفصائل الإسلامية؟ الحقيقة يعني مين الفصائل الإسلامية التي شاركت في هذه التظاهرات؟ أنا شايف أن في حالة غموض في هذا الحقيقة، مش عارف حتى اقول لك فصائل اسلاميه اسلاميين، يعني لغايه الان محدش عارف مين. يعني حقيقه احداث فيها غموض مريب جدا، يعني محدش عارف مين الفصائل دي، مين بيتحرك وراها. يعني حتى الفصائل الرئيسيه الكبرى كلها ما اعلنتش بشكل رسمي او ما اعلنتش بشكل مباشر. يعني انا تابعت الحريه والعداله لم يعلن انه هيشارك. البناء والتنميه وهي يعني ده
الممثل الرسمي والشرعي للسلفيين لم او الجماعه الاسلاميه لم يعلن انه سيشارك. اذا من هم هؤلاء؟ يعني هي الحقيقه هي دعوه يعني وراها طابور طويل من علامات استفهام، خاصه ان مساله الحريه اصبحت متاحه للجميع بتحرك بشكل ولا الامن ما يعني لا اصبح يطارد العمل السياسي ولا العمل الاسلامي ولا حتى يعني المساله يعني بيؤخذ على الامن دلوقتي حتى انه تراخى في متابعه هذه حاله الانفلات اللي موجوده يعني في الشارع. فاذا يعني انا شايف الحقيقه مش مساله فيه زوار الفجر لم تصبح ظاهره، يعني اذا كان هناك حاله او حالتان من هذه المسائل فطبيعي. طب اذا كانت هناك يعني اذا اقررنا بان هناك حاله او حالتان، اين الرقاب؟ يعني أنا الرقابه فيما يخص انتهاك حقوق الانسان، مش مساله الرقابه في النهايه فيه قضاء هو اللي بيحسم في المساله دي، هو اللي بيقول ده مدان ولا مش مدان، هو مذنب ولا مش مذنب. ففي النهايه يعني وبعدين ما اعتقد ان مساله زوار الفجر ما اعتقد ان بعد ثوره 25 يناير لا يمكن اي ضابط او اي فرد امني هيروح يقبض على حد الا اذا كان معاه اذن نيابه، ولا المساله مع يعني مش بالبساطه مش بالسهوله يرجعوا تاني زوار الفجر. يعني انا اشك كثيرا في هذا التعبير، وارى يعني في بصراحه علامات استفهام كبيره، خاصه ان الفصائل زي ما حضرتك واحنا في خدمتنا الاخباريه ايضا يعني الفصائل مش واضحه بالنسبه لنا، من هم هؤلاء الفصائل؟ اذا كان المستهدف هو يعني النيل من مؤسسة الأمن سواء إذا كان الأمن العام ولا الأمن الوطني أو أي فصيل من فصائل الأمن. نعم. طيب إحنا هنتجه لصفحة 12 خبر بعنوان تحت رعاية كنزيل وبحضور 6 وزراء ومشاركة 500 مستثمر لتنمية إقليم القناة. ده خبر تنموي. نعم، هو هناك يعني فريق عمل دلوقتي بيشتغل في مستوى الحكومة بالنسبه بيعتبر الحكومه بتعتبر مشروع قناه السويس هو مشروع الامل بالنسبه لمصر، لانه مشروع واعد جدا بالنسبه كمحور تنميه، لانه بيعظم العائد من قناه السويس كممر ملاحي دولي. المعروف ان هي مصر اللي هتستفيد من هذا الممر سواء رسوم العبور للسفن. الحقيقه هم الدوله بتحاول انها تحول هذا الممر الى مناطق لوجستيه عالميه، والحقيقه مش ما هيش بدعه مصريه، الناس مصر اخرت كثيرا جدا جدا في تعظيم الاستفاده من هذا المحور. احنا لو بننظر الى دول هنجد ان فيه اقتصادها يقوم دول يقود اقتصادها يقوم فقط على مساله اللوجستيات، مساله عالمينا، يعني اذا بصينا لمان دبي ولا سنغافوره ولا هونج كونج. طب كيف سيتم تعظيم الاستفادة؟ يعني كيف هناك مستثمرون زي ما ذكرنا، كيف سيتم تعظيم الاستفادة؟ تعظيم الاستفادة هنا يعني المسألة باختصار برضه عشان السادة المشاهدين. لأن في طبعا مشكلة كانت في مسألة تعظيم الاستفادة مثلا بالنسبة كانت لقطر. فاحنا عايزين نوضح للسادة المشاهدين تعظيم الاستفادة كيف تكون. لا، ما أنا بصرف النظر عن قطر ولا غيرها، هي الناس لازم تعرف إيه منظومة التنمية في المحور. برضه كلام مش عايزين نقول كلام عريض جدا مش مفهوم، لكن المسألة باختصار شديد يعني أنا مثلا حركة التجارة حاليا على مستوى العالم تقريبا 80% يعني بتيجي من الشرق إلى الغرب، يعني مراكز الإنتاج مراكز الصناعة كلها يا إما في الهند أو في اليابان أو في كوريا أو في الصين أو في الدول اللي هي الناهضة، في حتى في الفلبين، حتى كل المنطقة دي هي تقريبا اللي بتتحرك منها التجارة من الشرق إلى الغرب. فالمنتج غالبا بيتحرك من الشرق يروح على أوروبا أو أمريكا باعتبارها يعني الدول الأكثر استهلاكا في العالم، الاقتصاديات الغنية ما زالت في أوروبا وأمريكا. فاللي بيحصل أنا لو هنقل مثلا سيارات، تخيلوا إن أنا ممكن أنقل العربية كم تتكلف من الهند أو من الصين أو من اليابان لما تروح أمريكا. طب انا لو جبت مكون العربيه ديت وعملت مصنع لتجميع العربيات في شرق بورسعيد، وبالتالي انتج عربيه كامله، ويعني هتروح بقى فرنسا وهتروح ايطاليا، فدي هتقلل كثير من التكلفه. وقياسا على ده ممكن احول هذه المناطق الى صناعات تحويليه او صناعات تكميليه، دي العائد على الاقتصاد ان انا ممكن استخدم بقى هنا العماله المصريه، ممكن استخدم الخامات المصريه، ممكن تظهر بقى صناعات وسيطة، ممكن صناعات اللي هي المغذية هنا
يعني انا تعظيم الاستفاده ولكن دون المساس بسياده الدوله. لا سياده الدوله ايه المساس بسياده الدوله؟ انا يعني انا رحت في كنت من فتره في موانئ دبي. الميناء يعني قايمه على ايه؟ في هناك 6000 شركه في المنطقه الحره تعمل في الصناعات التحويليه، يعني اذا كان بيجي منتج يتصنع في دبي ويتنقل لمنطقه الشرق الاوسط، فهي كلها بتعتمد على الصناعات. طيب برضو الناس ممكن تقول لك يعني ايه لوجستيات او مين ممكن ايه منطقه لوجستيه؟ المنطقه اللوجستيه برضو دي هي عباره عن الملاحه العالميه دلوقتي بتتجه للمراكب الضخمه جدا، تشيل 12 او 16 وفيه اجيال بتتكلم عن 18000 حاويه اللي هو الكونتينر ده. فالمراكب دي مش يعني غير اقتصادي او مكلف لها انها تعدي على كل ميناء تفرغ شويه، فتيجي بتعمل حاجه اسمها الهابورت او الميناء المحوري، تيجي ميناء شرق بورسعيد مؤهل بشكل كبير جدا لانه يكون واحد من هذه الموانئ وهو بالفعل بيمارس، فبتيجي المركب جايه من شرق اسيا او من اي دوله من الدول بتنزل في شرق بورسعيد وتبدا مراكب تيجي. يعني زي ما حضرتك بتقول الان بتوضيح المساله، فعلا بالفعل المختصين لازم يطلعوا يشرحوا للمواطنين المصريين ما يحدث واين المصلحه، لان في الخبر بيطلع وكل واحد بيتعامل معاه زي ما هو عايز. لا انا تحديد معلومات ان الان بيتم اعداد قانون بيتم بشكل شفاف بيتم بشكل مفصل، ما فيش حاجه اسمها حد هيجي ياخد ارض حته ارض كده ويستولي عليها. لا في هيبقى طرح عالمي، لان هو الدوله مش عاوزاه برضه تخليه مشروع محلي، يعني الدوله او في حدود معلوماتي ان الدوله والحكومه عاوزه تعمل منه يعني ايه مشروع له طابع الدولي. نعم وده بيصب في مصلحة المواطن المصري. فكل ما يكون عندي منافسين في الاستثمار بيديني انتاج انا على مستوى المحلي افضل، فانا بطرح علشان اخد عروض افضل، لان ممكن شركة تيجي تقول لي والله انا هاجر منك المتر في ال 100 سنة، ما المتر مثلا ب 10 دولار، طب ما تيجي لو عندي 10 شركات بتنافس وشركة تانية ب 20 دولار، يبقى انا المنافسة هي اللي هتخلق الحالة او تحقق المصلحه الوطنيه او المصلحه وده اللي بننشده وده اللي بنحاول المسؤولين حتى الان بياكدوا عليه. هنبقى في نفس الصفحه، صفحه 12، خبر بعنوان 2.3 مليار جنيه فائض الهيئات الاقتصاديه للعام المالي المقبل. نعم هي الدوله يعني في اطار خطه الاصلاح الاقتصادي اللي بتتم حاليا بتحاول تعظم العائد الاقتصادي للهيئات الاقتصاديه. الهيئات الاقتصاديه هي الهيئات الخدمية زي هيئة السكة الحديد زي هيئة البترول. الحقيقة عملية الدعم وعملية برضو وعدم ان هذه الهيئات في اجندة اقتصادية توازن ما بين الايرادات والمصروفات بتعمل عملية اهدار كبير جدا وبتعمل عبء شديد جدا على الموازنة العامة. فهم الدولة بتحاول ترشد هذا الدعم، بتحاول ترشد مسألة المصروفات، بتحاول تعظم العائدات بحيث بدل ما تبقى هذه الهيئات مثلا زي هيئه السكه الحديد او الـ 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 لو جينا عملنا عمليه ترشيد مساله للدعم التذاكر عمليه ترشيد او عظمنا الايرادات، فبالتالي لان الهيئات دي بتعتبر هيئات خدميه. نعم. فبالتمويلها بيجي من الموازنه العامه او من الخزينه العامه، فهم الدوله بتحاول ترشد المصروفات وترشد وتعظم الايرادات بحيث انها بدل ما تكون عبء على خزينه الدوله تكون داعمه للخزينه العامه. طيب هنتجه لصفحه 7 وخبر بعنوان مصر القويه والوسط يبحثان التنسيق بينهما. هل هذا الموقف استاذ هاني يعتبر او يعني ان حزب الوسط ليس له علاقه بحزب الحريه والعداله تحديدا؟ كيف يمكن ان نقرا هذا الخبر؟ نقرا الخبر ان يعني الحقيقه رغم التباينات في الاحزاب التي يعني لها مرجعيه اسلاميه الحقيقه، لكن في النهايه انا اعتقد ان الخط الاستراتيجي لها واحد، يعني هم في النهايه ممكن يكون في تباينات سياسيه، في اختلافات، في يعني اختلافات من وجهه نظري اختلافاتها مش، لكن تظل الاحزاب بكل تفاصيلها حتى ما فيها النور ورغم الخلافات اللي احنا بنشوفها على السطح ما بين الحريه والعداله وما البناء والتنميه، مصر القويه، الوسط، كل هذه الحقيقه بدليل حتى لما بتيجي يعني اي خلاف فيما يتعلق بالرئاسه يقول لك الرئاسه
خط احمر يعني هم كلهم بيتفقوا على ان في خطوط رئيسيه لا يجب الاقتراب منها، لكن في النهايه مطلوب ان الاحزاب يعني سواء كانت ذات مرجعيه واحده زي المرجعيات الاسلاميه، بس ما فيش رؤيه واضحه للاحزاب. يعني خلينا نتحدث رؤيه واضحه للاحزاب انهم يحطوا مثلا استراتيجيه او اجنده محدده او اهداف محدده لهم اللي هي مثلا مصلحه الوطن. احنا مش شايفين الاحزاب تقوم بتلك المساله في هذه المرحله اللي هم المفروض يقوموا بيها، ولا ايه راي حضرتك؟ لا انا ما اقدرش اشكك في مقاصد اي حزب. هو طبيعي هو مش مقاصد، هي رؤيه واضحه او استراتيجيه معينه. اصل ما فيش حاجه اسمها يعني السياسه. يعني انا شخصيا غير مؤمن بمساله او بنظريه توافق السياسي. ما فيش حاجه اسمها توافق سياسي. هي السياسه قامت على الاختلاف. يعني حته التوافق السياسي او يقول لك المصلحه العليا، التوافق السياسي بالنسبه للمصلحه العليا. التوافق يبقى على المصلحه، مش توافق سياسي. التوافق على مصلحه الدوله المصريه تبقى هي دي الخط الاحمر. نعم. للجميع، سواء اللي هو سواء مرجعيه اسلاميه او ليبرالي او لكن في النهايه ما فيش حاجه اسمها توافق سياسي. السياسه قامت على الاختلاف، والا اذا كنا هنعمل توافق طب نعمل كلنا حزب واحد ويبقى هو ده التوافق ونقعد نتفق كل واحد ياخد له حته وانتهينا. لكن في النهايه السياسه قايمه على الصراع، قايمه على طرح البرامج، قايمه على المنافسه، قايمه على الاختلاف. نعم. فهنا لكن أي مين بقى اللي هيقدر يوصل للجماهير؟ مين اللي هيوصل ببرامجه ويقنع الناس انهم يختاروه؟ هو دي هي دي السياسه. انما نقعد نتفق، انا يعني بصراحه غير مؤمن يعني تماما بمساله التوافق السياسي. طيب احنا معانا الخبر الاخير من صفحه 11. وزير التعليم العالي لجنة لمراجعة سلامة الأغذية بالجامعات. طبعا حدث ولا حرج بالنسبة لموضوع جامعة الأزهر وما حدث بها مرة أخرى في أقل من شهر. كيف يمكن النظر لتلك المسألة؟ أو هذا الأمر أمر غريب الحقيقة. يعني أنا تقديري أن هي ما حدث في جامعة الأزهر هو كشف اللي زي بيقولوا الجزء الظاهر من جبل التلج. إنما لو رحنا، واحنا كلنا نعلم ما يحدث في المدن الجامعيه من مدى الاهمال، مدى عدم النظافه، ومدى عدم الرقابه الجيده على مساله الغذاء. طب ليه بقى تحديدا معلش جامعه الازهر؟ يعني ما حصلتش في جامعه اخرى، يعني في اقل من شهر في جامعه واحده. يعني مساله الحقيقه شائكه. يعني بتصير علامات استفهام. يعني ان ليه تكرار التلوث او تكرار التسمم بيتم في جامعه في المدينه الجامعيه في الازهر وفي يوم في مرتين خلال شهر واحد؟ هل هي مرتبطه بالمورد؟ هل مرتبطه بان هم مثلا في شركه هي اللي بتورد فما فيش رقابه جيده على المواد المورده او المواد اللي هو بتقدم في الوجبات؟ يعني المساله فيها علامات استفهام. وبعدين خاصه مع تصريح اللي احنا قلناه بتاع وزير التعليم العالي لجنه لمراجعه سلامه الاغذاء بالجامعات. طب ليه ما حصلش المراجعه دي في المره السابقه، خاصه ان هذه المره كانوا عدد قليل، ولكن المره السابقه كانت اعداد غفيره الحقيقه. طب يعني ليه الكارثه تحدث مرتين؟ يعني ما التفتناش ليها ليه في المره الاولى؟ يعني انا يعني اللي بيحصل في جامعه الازهر من تسمم مرتين، انا بعتبر برضو يعني الحقيقه احنا لسه في جزء من الفوضى في المجتمع بشكل عام، واللي حاصل في الشارع هو اللي حاصل في المؤسسات. فالدوله يعني انا في وجهه نظري لم تتعافى بعد. يعني في الجهاز الدوله، الجهاز الرقابه، في حاله من الانفلات بشكل عام اللي حاصل في الشارع. وحضرتك تقدري تفصلي عن التسمم في المدينه الجامعيه عن في رايك متى ستتعافى يا استاذ؟ ما انا بس عايز اكمل. اتفضل. هل تقدري تفصلي عن التسمم والفوضى اللي حصلت؟ ان التسمم يحصل لمرتين في شهر واحد في بين مدينه جامعيه للجامعه كبيره زي الازهر، ومن بين الاشتباك في جامعه عين شمس واستعمال المطاري والاسلحه البيضاء، وان الجامعه لاول مره يحصل انها يعني تعلق الدراسه بهذا الشكل، ومع ان هي مؤسسه للعلم. كان قبلها جامعه مصر الحديثه، يعني كان في برضه يعني على الاقل دي جامعه حتى طبعا للدوله، يعني المفروض يكون في حمايه. نعم. في الكلام. فاحنا ما زال عندنا جزء يعني لسه الدولة لم تتعافى، في حالة من الفوضى، في حالة من الاستقواء حتى على الدولة. في الحقيقة يعني نتمنى ان احنا نخرج من هذه الحالة كلنا، على اعتبار ان ده مصلحة للمجتمع قبل ما تكون مصلحة
لفئة من الطلبة ولا غيرهم. نعم، خاصة يعني نحن في أمس الحاجة إلى حالة من الانضباط في الشارع المصري وأيضا في المرحلة المقبلة. أنا الحقيقة يعني بقول لو الحكومة عايزة تحقق جماهيرية أو تحقق مكسب شعبي مجاني تعمل حاجة واحدة بس. اتفضل. تظبط الشارع. نعم. لو ظبطت الشارع، وأنا بعتبر إن الشارع هو عنوان المجتمع. يعني أي زائر لمصر أو أي حتى زائر لأي دولة، أول انطباع بيكونه عن هذه الدولة هو سلوك الناس في الشارع، شكل الناس في الشارع. الانضباط هو عنوان المجتمع، عنوان الدولة، عنوان أي مكان في العالم. أنا السائح ما بيخشش بيت حضرتك ولا بيخش بيت ولا بيت، لكن هو في النهاية بيمشي في الشارع بيكون رؤية عن هذا المجتمع من خلال الشارع، حتى الإعلام اللي بينقل بينقل حركة الشارع. نعم. فلو الدولة الحكومة عاوزة أو النظام الحالي عاوز يحقق شعبية كبيرة جدا عليه فقط، ودي مش لهتكلفه ميزانية ولا هتكلفه مخصصات مالية، فقط يتمكن من ضبط الشارع وتحقيق الانضباط، خاصة أن الحرية يعني ليست فوضى الإطلاق بل مسؤولية، يعني يتحمل كل واحد مسؤوليته. في نهاية هذه الجولة الصحفية مع جريدة الأهرام الأستاذ هاني عمارة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، شكرا يا فندم على تشريفك معنا وتحليلك في تحت الطبع لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام في كل مكان وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، انتظروني في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.